اللي في الصورة دي اسمها سماح، صاحبة أغرب قضية حصلت في المنوفية. وأحسن وصف لجريمة سماح هو الموت البطيء. الحلقة دي من أهم ملفات البحث الجنائي والطب الشرعي. 2019، عنتر شاب عنده 33 سنة وعايش في المنوفية، وهو شغال صنايعي رخام. وكل الناس اللي حوالين عنتر دايما بيوصفوه بأنه هو جدع جدا وراجل جدا. ومن 11 سنة اتعرف على سماح واتجوزه وخلفه 3 أطفال، طفل منهم توفى نتيجة لمرض كان بيعاني منه. عنتر كان متعود يخلص شغله ويرجع على البيت علشان ياكل، وبعدها يعدي على والدته الحاجة شربات اللي كانت شغالة في القطاع الطبي. وعنتر كان له صديق اسمه مسعد، وهو كان قريب لعنتر جدا، وكان مسعد بيجي لعنتر البيت كتير. وبسبب دخوله البيت للأسف بقى يقرب من سماح، وبدل ما سماح ترفض العلاقة دي بالعكس وافقت عليها. ولأن عنتر كان عارف إن مسعد صديقه القريب ليه، فما كانش عنده أي مانع من وجود مسعد في البيت باستمرار، فكان دايما مسعد يعدي عليه علشان يشربوا مع بعض حاجة في البيت بالليل. لكن سماح كانت بتدور على طريقة إزاي تخلي مسعد يجي لها البيت حتى لو عنتر مش موجود. فبدأت أول فكرة شيطانية عند سماح. سماح ادعت إن عليها عمل سحر، وإن مسعد عنده قدرات وهبات ربانية بتساعده على إنه يخلص الإنسان من أعمال السحر. والحقيقة إن عنتر اقتنع بالكلام، ومش بس عنتر، دي العيلة كلها اقتنعت إن مسعد عنده قدرات قوية جدا، وإنه يقدر يعمل جلسات علاج بالقرآن، وإنه يعالج الناس من السحر. لكن والدة عنتر كانت دايما بتقوله إنها مش مطمنة لمسعد، وبدأت سماح تستنى مسعد في البيت بعلم عنتر علشان يجي يعمل لها جلسات العلاج بالقرآن. وكان أحيانا بيكون في حد من العيلة موجود لكنه ما بيكونش مركز معاهم قوي. لكن سماح ومسعد ما اكتفوش لحد كده، ولأنهم خافوا إن موضوع جلسات العلاج دي ممكن تتكشف، فبدأوا يفكروا في فكرة تانية. مسعد كان عنده صديق شغال في القطاع الطبي، فطلب منه إن هو يديله منوم، وقال لسماح إن هو هيجي بالليل عادي مع عنتر زي ما كان بيجي الأول، وأول ما يوصلوا البيت تقوم تعمل لهم مشروب. وأول ما هي بتجيب المشروب مسعد بيحط فيه المنوم وعنتر يشرب وينام، وبعدها بيقضوا اليوم مع بعض عادي. وبيكون ساعتها الأهل عارفين إن عنتر موجود في بيته وإن مسعد صاحبه موجود معاه. بس لو فاكر إن هو ده الفجر، لا لسه الفجر جاي. سماح ومسعد قرروا إن هم هيتخلصوا من عنتر خالص، لكنهم كانوا بيفكروا بطريقة صعبة حد يكتشفها. واللي ساعدهم إن هم يفكروا كده إن طول فترة العلاقة اللي بين مسعد وبين سماح ما كانش فيه أي حد شاكك إن في حاجة بينهم. والخطة كانت بالشكل التالي: صديق مسعد اللي شغال في القطاع الطبي اللي كان بيديله الأول نوع من أنواع المنوم، مسعد طلب منه إن هو يديله نوع من أنواع السموم، لكن طلب منه طريقة أو نصيحة معينة إن هم يدوا السم العنتر لكن على فترات طويلة، يعني يحطوا جرعة من السم قليلة جدا في الأكل العنتر على اعتبار إنه يموت بعد فترة طويلة. وكان الهدف هنا عند مسعد وسماح إن الوفاة تبان قدام الكل إنها طبيعية. وبدأت الخطة تحصل. بقى كل يوم عنتر وهو راجع من الشغل سماح تحضر له الأكل وتحط له جرعة قليلة من السم زي ما هم متفقين. مر يومين على الموضوع ده لكن مفيش أي تأثير ظهر على عنتر، وده لأن تكوين الجسماني العنتر كان قوي. لحد ما مر اليوم الرابع وعنتر بدأ يحس إن عنده ألم في بطنه، بس وصف عنتر للألم ده كان بسيط، مجرد ألم بيروح وبيرجع بشكل سريع. اليوم الخامس الألم بدأ يزيد وبدأ عنتر يشتكي منه أكتر. وبعد أسبوع والألم اللي عند عنتر عمال يزيد، بدأ يظهر على عنتر علامات الضعف ويظهر على وشه علامات الشحوب. فبدأت الأم تقلق عليه وتطلب منه إنه يروح عند الدكتور. وهو بدأ يشتكي لكل الناس القريبين منه إنه دايما بيعاني من ألم البطن بطريقة مستمرة، لكن هو كان متخيل إنها مجرد التهابات بسيطة. ولما الأم كانت بتتصل بسماح علشان تطمن على عنتر بالليل، كانت بتطمنها وبتقول لها إنه كويس وإنه نايم، وده لأن سماح كانت بتحط منوم لعنتر لما بيوصل البيت، فكان بيبان قدام الناس إن شخص عنده ألم في بطنه، لكن لما بيوصل البيت وبيرتاح بينام عادي. لكن بعدها بيومين عنتر قابل والدته وقال لها إنه ألم بطنه عمال يزيد بقوة. فوالدته اتصلت بسماح وقالت لها إن إحنا لازم نروح لمستشفى علشان نطمن عليه. فوالدته بدأت تحس إن سماح بتتهرب منها وبتحاول بكل الطرق إن أهل عنتر ما يكونوش موجودين حتى لو راحوا يكشفوا عند دكتور. وعلشان سماح تسكت والدة عنتر من كتر السؤال، خدت عنتر وكان معاهم مسعد اللي هو المفروض صديق عنتر، خدوه على دكتور مزيف تابع لمسعد. والدكتور المزيف ده فهم عنتر إنه عنده شوية التهابات في المعدة بسبب المية والأكل. ولما رجعوا من عند الدكتور سماح اتصلت بوالدته علشان تطمنها، ولما سألتها على اسم الدكتور سماح توهت الكلام وما رضيتش تقول لها على اسم الدكتور. ولما أصرت والدة عنتر إنها تاخده على المستشفى الحكومي علشان تطمن عليه بنفسها، لقت إن سماح رفض
الرافضة اللي هي بتقوله، وبتقول لها انها خلاص راحت عند الدكتور وما تقلقيش وان عنتر هيكون كويس. وبعد ما رجعوا البيت مسعد كان محضر اكلة سمك لعنتر، بس كان حاطط له فيها كمية اكبر من السم، وعنتر كل اكلة السمك كاملة ونام. وبعدها بيومين عنتر جاله اعياء شديد جدا ونقلوه على المستشفى، لكن اول ما وصل المستشفى كان مات. وكان مر على تاريخ اول الم يحصل لعنتر في بطنه اكتر من 15 يوم، لكن كان الواضح قدام الناس انها وفاة طبيعية، فطلع عادي تصريح الدفن وتم دفن جثمان عنتر. لكن اهل عنتر كانوا حاسين ان في حاجة مش طبيعية، تحديدا ان سماح ما كانش باين عليها اي علامات تقصف، وكان شكلها طبيعي جدا. وكان في صديق قريب جدا لعنتر موجود في البيت اثناء العزاء، كان ملاحظ ان بنت عنتر الصغيرة كانت ماسكة الموبايل بتاع والدتها، بس خد باله انه حصل غضب كبير جدا من والدتها عليها لمجرد انها مسكت الموبايل، فكان حاسس ان الموبايل ده فيه سر، فراح بلغ والدة عنتر، فقالت له هي كمان انها حاسة ان سماح ورا الموضوع ده، فطلبت منه ان هو يحاول ياخد الموبايل ده ويحاول يتصرف ويفك كلمة السر علشان يعرفوا الموبايل ده فيه ايه. وفي وسط زحمة العزاء قدر ياخد الموبايل من غير ما حد ياخد باله، واول ما فتح الموبايل كانت الصدمة بالنسبة له، لقى كمية مراسلات كتير بين سماح وبين مسعد، ولقى كل الاتفاقيات اللي اتعملت على عنتر، وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيجيب حق عنتر. طلعوا مباشرة على اسم الشرطة وبلغوهم باللي حصل ووروهم الموبايل، واول ما رجال الامن شافوا الموبايل طلعوا قرار بسرعة بالقبض على سماح ومسعد. وبعدها التحريات الامنية اثبتت ان كان في علاقة غير شرعية بين سماح ومسعد، وتم استخراج جثة عنتر وارسالها للطب الشرعي، وتقرير الطب الشرعي اثبت ان عنتر مات مسموم، واثبت كمان ان جرعات السم كانت مختلفة، وان اعضاء الجسم كانت بتتأثر خلال فترات مختلفة من الزمن نتيجة لتعرض الجسم لجرعات من السم. وتم الاثبات بالدليل ان عملية قتل عنتر استمرت 15 يوم، وبعد التحقيقات ما خلصت اتحكم عليهم بالاعدام. بس السؤال هنا، ايه اللي يخلي انسانة عايشة مع راجل محترم بمعنى الكلمة، راجل كل اهل القرية بتشكر فيه، فهل فعلا الشهوة ممكن تخليها تعمل كده؟ واقل وصف ليها انها فعلا شيطان. سلام عليكم.